نبني اليوم على طبعا ما توفيق الله سبحانه وتعالى على زيارة خادم حرم الشريفين سيد الملك سلمان عندما زار النادي وآمن برسالة هذا النادي قبل حوالي 12 سنة. حتى نعطي شبابنا مجال وفرصة لهواياتهم الممتازة مثل هذه الهواية. أولا أنا سعيد الحقيقة بالمناسبة اللي أعتبرها وطنية حقيقية مع سمو الأمير السلطان بن سلمان في هذا الموقف العظيم الذي يجسد روح العطاء والعمل الجيد المثمر. هذه إحدى الثمار التي نكسبها الآن. أقول ما قلته قبل 10 سنين، المملكة سوف تكون أهم دولة في المنطقة بالنسبة لمعارض المعتبرات، وهذا قطاع اقتصادي ضخم جدا، ونحن نرى الآن أن هذا القطاع ينطلق بشكل أكبر بكثير الحمد لله مما يرى الناس. نحن أكبر مستهلكين، يجب أن نكون أيضا المعارض الكبيرة وأكبر مصنعين تكون عندنا المعارض الكبيرة إن شاء الله.